وأنا سعيد جدا بهذا الأمر. قدم في مجموعة من المدن بقصر كبير أصيلة بالعرائش. لا يمكن أقوله لأن كنت مداخلة حول الحركة الوطنية، ولكن طلب مني الزملاء أن أركز على تقديم هذا المؤلف. هو في الحقيقة يعني مؤلف بعنوان حماية إسبانيا من خلال الكتابة التاريخية بشمال المغرب. العنوان هو مختصر، هو يختزل مضمون المؤلف. في صباح اليوم دردشة مع أحد الأصدقاء، هو بالإشارة غير متخصص بالتاريخ، كان يقول لي: لماذا سميت المؤلف بالحماية بإسبانيا؟ كنت أجيبه: هو المؤلف في الأصل هو أطروحة جامعية، وعندما نقول أطروحة جامعية يعني أن اختيار العنوان هو اختيار الموضوع، وهو ثمرة نقاش بين طرفين، بين أنا كنت باحثا في سلك الدكتوراه والأستاذ المشرف، وتم يعني الحصر في هذا الموضوع الذي يلخص المؤلف الذي إن شاء الله الإخوة سيطلعون عليه، والصورة كذلك صورة الغلاف تلخص جزءا كبيرا من مضمون المؤلف. فالصورة طبعا حال عدد من المؤرخين في الأعلى، في من اليمين أحمد الرهوني، وكذلك الشيخ أحمد الرهوني شيخ المؤرخين بشمال المغرب، وكذلك المؤرخ محمد داود، وكذلك في الوسط تامي وزاني. هذا نسبيا مغمور، ولكنه إنتاجات كبيرة في التاريخ، في الأدب، في الرواية، في السياسة، في الصحافة، يعني إنتاجاته غزيرة جدا. كذلك الوطني الكبير محمد المكي اللاصري، و يعني شيخ المؤرخين الذي ودعنا مؤخرا ابن عزوز حكيم. يعني الاعتماد على الكرونولوجيا، يعني تواريخ الوفاة، هي التي حددت هذا التقسيم. ثم خريطة البطاقة الشمالية خلال فترة الحماية. تسمية الحماية الإسبانية إلى حقيقة هناك اختلاف كبير، يعني عدد من الأساتذة خصوصا بالعاصمة الرباط كلية الأدب يعني يقولون كانت حماية واحدة، حماية فرنسية، وأن الوجود بإسبانيا هو نقاش كبير جدا، هو فقط تفويض من دولة حامية لدولة وفق اتفاقيات إلى غير ذلك. لكن مؤخرا كل من اشتغل أجزم المسألة حول الحماية الإسبانية، حول يعني تاريخ الوجود الإسباني، استعمار الإسباني، نسميه ما نشاء في البداية، يعني كل من اشتغل على المنطقة الشمالية خلال الفترة ما بين 1912-1956 يسميها الحماية. هي كانت على المستوى التطبيقي، على المستوى الإجرائي، مستقلة كل استقلالية على المنطقة السلطانية. هذا الوجود الإسباني بالمنطقة الشمالية تحكمت في اتفاقيتين، اتفاقية يعني معاهدة فاس 30 مارس 1912 بين السلطان عبد الحفيظ والسير الفرنسي رينيو، ولكن هناك اتفاقية أخرى يجهلها الكثيرون وهي في نفس السنة 27 نوفمبر 1912. هذه الاتفاقية الثنائية بين فرنسا وإسبانيا حددت الملامح الأساسية للوجود الإسباني بشمال المغرب، بمعنى نصت على أن السلطان يفوض من يمثله في المنطقة الشمالية، أن إسبانيا لديها ممثل في تطوان هو الذي يعني له اليد الطولية واليد العليا في وجود الأجنبي بالمنطقة الشمالية، بمعنى أن هناك استقلالية مطلقة من حيث التسيير هي تابعة لإسبانيا. وكذلك الإسبان مفهوم الحماية كذلك للإخوة الحاضرون معنا، عندما نسمع الحماية يتبادر إلى بعض ذهن بعض الإخوة على أنه مفهوم إيجابي. الحماية هو شكل من أشكال الاستعمار، بمعنى عندما نقول الحماية ندقق بشكل كبير في أي استعمار، لأن الاستعمار هناك على سبيل المثال استعمار المباشر الذي طبق في الجزائر وفي معظم البلدان الإفريقية، هناك دومينيون أو استيطان طبق في جنوب إفريقيا وفي مناطق أخرى، بمعنى أن الدولة تقوم بتهجير عدد من ساكنتها. أما الحماية والاستعمار غير المباشر يتحتفظ به الدولة الحامية بالنظام الذي كان سائدا في المنطقة، مع إقامة جهاز آخر استعماري يراقبه ويهيمن عليه. في المنطقة الشمالية طبق هذا النظام بشكل كبير، بمعنى كانت هناك ازدواجية في نفس الأمر بالمنطقة السلطانية على الأقل في البدايات. الإسبان يعني كان هناك المندوب السامي أو التجاوز يمكن نسميه المقيم العام كما تسميه مصادرنا بالمنطقة الشمالية، ولكن كان هناك الخليفة السلطان
الإيطالي، وكان هناك يعني القياد يعني القائد الكبير بمعنى ما يسمى اليوم بالعامل، يعني يسير ويدير شؤون منطقة معينة، كذلك الخليفة وقدم بمعنى تلك التراتبية الهرمية للمخزن المغربي، حافظ عليها الإسبان ووظفوها لخدمة مشروعهم الاستعماري للمنطقة الشمالية. المؤلف يعني يتناول في جزء كبير منه هذه المسألة، وكذلك موضوع ندوة اليوم هو الحركة الوطنية.